حلقة كاملة يا أستاذ وليد، هل نستغنى عن التكنولوجيا؟ هل أنت تقدر تقضي وقت؟ والله نجرب من هنا لغاية ما نعمل حلقة مخصوص عن الموضوع ده. بشكر كمان يعني أصدقائنا المتواصلين، وبشكر أستاذ صبري على التليفون. أستاذ صبري، الفل. صباح الخير. صباح الفل يا دكتورة. صباح الفل على حضرتك. على الشباب والرياضة. صباح الخير على حضرتك وعلى الأستاذ محمد البهواشي حبيب الملايين برضو. والله ماشي ماشي حبيبي، والله محمد البهواشي مش عارف أقول إيه عليه، والله كله ماشي مع محمد البهواشي. الأستاذ محمد صلاح والأستاذ محمد نور والأستاذ محمد عطية والأستاذ المستمعين محمد عبد الجواد والمليكة حنكو وعم حجاج من الأقصر والأستاذة شيماء وإسراء والأستاذة خديجة والأستاذة ولاء والأستاذة صفاء وصفاء والأستاذة صفاء وبحيي طبعا جيشنا اللي حمينا. يا سلام. والجيش الأبيض والجيش الأخضر اللي بيزرع وما بيستغلش الظروف. أيوة صح صح والله ده أساسي. ونقول حتة كده لمدة نص دقيقة. اتفضل. إن كان كلامي غالي بس ليكم انتو مجاني، أنا اللي زرحت القمح وحصدت خرجاني وعملت منه دقيق وجبت عجاني وصنعت عيش للناس أبيعه في دكاني، ولما تعبت الكل سأل عليا وجاني قالوا لي مين اللي أذاك، قلت الحمد لله محدش أذاني، اللي معاه ربنا لا يخاف من إنس ولا جاني، ولما ابتليت بالمرض رب العرش نجاني. طيب طيب يا طيب 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 اللي انت من قلبي قريب داوي وطيب، روحي روحي يا روحي يا روح الروح، قلبي وعيني سهرانة لحبيب الروح، أسهر لك وأغني لك مطرح ما تروح، وأقعد جنبك وأحكي لك دمت الطيب، حاضر حاضر والحاضر خاطف روحي، هو عذابي وحبابي هو روحي، هو حبيبي وطبيبي يشفي جروحي، جوه القلب خبيته حاضر طيب. صباح الفل. ايه الجمال ده؟ صباح الفل وحمد لله على سلامتك، نورتنا واسعدتنا. الله يبارك لك يا فندم. الله يخليك.